بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا إن شاء الله اللي هو الدرس الثاني بعد هالأزمة، اللي هو حجم متوازي المستطيلات. لإيجاد ناتج حجم متوازي المستطيلات من خلال القانون التالي، لازم بس عشان نقدر نوجد أي حجم متوازي للمستطيلات اللي هو خاص بالشكل متوازي المستطيلات فقط من خلال هذا القانون. الحجم متوازي المستطيلات شو بيساوي؟ بيساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. هلا كلياتنا احنا بنعرف الاشكال متوازي المستطيلات هاي شكله، ممكن تيجي قاعدته مستطيلة وممكن تيجي قاعدته مربع. هلا انا بطلع هون بقدر اطول الطول، هذا هو الطول، وهون عنا العرض، وهون عنا هاي اللي هي الارتفاع. تمام، نقدر نحكي بنستبدل بدل الطول ضرب العرض، بقدر استبدلها اذا احتجت في هاي الاشي، بحكي عنه مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. ليه حطيت مساحة القاعدة؟ مساحة القاعدة لانه اصلا هي بقاعدته ممكن انها تكون مستطيل، كون المستطيل طول ضرب العرض بقدر انا استبدلها بمساحة القاعدة. ممكن يجينا السؤال جهز مساحة القاعدة بس ونضربها بالارتفاع، وممكن لا يعطيني طول وعرض وارتفاع. تعال نشوف أمثلة عليها ونشتغل على القانون. معنا أول مثال اللي هو مثال واحد صفحة 62، معطينا عدة أشكال لمتوازي المستطيلات. هيهم أول شكل رح نوجد حجم متوازي المستطيلات للشكل واحد، ما بلزمني إلا إني أكتب أول شيء القانون حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، ويساوي الطول نقدر نحدده من خلال الرسم. هي طولها كم؟ 8. باجي عند الطول وبحط 8 ضرب، وعندنا العرض كم؟ 5 ضرب 5 ضرب الارتفاع اللي هو 6، وبحط عندي 6. وعاد بحلها مسألة عادية، بضرب 8 ضرب 5 40، 40 ضرب 6 ويساوي 240. كونها الوحدة موحدة إلهم كلياتهم كلهم بالسنتيمتر، فرح أحكي وحدة الحجم هي سنتيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، ما بنسى إشارة التكعيب. تعال نوجد للشكل الثاني. الشكل الثاني معانا متوازي مستطيلات بالشكل الثاني، بدنا نوجد حجم متوازي المستطيلات. بحكي له نفس الآلية، حجم متوازي المستطيلات نفس القانون مس، الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. تمام، هلا عندنا هون طولها كم؟ 10 سنتي متر، اذا 10 سنتي متر ضرب العرض كم؟ 5 سنتي متر ضرب الارتفاع 15 سنتي متر. لاحظنا انه احنا كلياتهم بالسنتي شو مالهم؟ متر. نضرب 5 ضرب 15، 5 ضرب 15 اضربها على جنب اذا ما بتعرفها، 5 ضرب 5 25، 5 ضرب 1 5 و2 7 75، 75 ضرب 10 بنحكي اللي هي 750 سنتيمتر مكعب، ما بننسى التكعيب لوحدة الحجم. ممتاز. باخر شكل لو احنا اجينا بالمثال لاخر شكل راح نلاقي اللي هو بالشكل الثالث كمان بده حجم متوازي المستطيلات. إذا اطلعنا على الشكل الثالث يا شباب رح نلقى إنه القاعدة عنا مربعة الشكل. كيف عرفت إنه أنها مربعة؟ لأنه الطول بيساوي العرض يساوي الارتفاع. فبهذا الحكي بقدر أنا أحكي عنه هذا الشكل شو هو؟ مكعب. وإحنا ما بدنا ننسى إنه الشكل المكعب هو كمان شو ماله؟ حالة خاصة من متوازي المستطيل. تمام، المكعب باجي بحكي عبارة عن حجم المكعب
بقدر استبدله بحجم المكعب. بما انه الطول والعرض والارتفاع متساويين، فانا بقدر احكي انه ايش حجم المكعب بيساوي طول الضلع تكعيب. طول الضلع تكعيب، ليه؟ لانه الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، وبحاله الضرب اذا كانوا الارقام متشابهه بقدر استبدلهم من خلال الاسس، وهنا لانه الاسس راح تكون 3 راح تكون ايش؟ اس 3، فبحكي طول الضلع تكعيب. ممتاز. كم هو اصلا طوله وارتفاعه والعرض تاعه؟ كلياتهم 2 سنتيمتر، معناته الطول راح يكون 2 للقوه 3 وتساوي 8 سنتيمتر مكعب. ما بنسى سنتيمتر مكعب. وهيك بنكون حلينا المثال واحد كامل. عشان يعني نكون اقوى ونحل اكتر وبدون رسم، ماشي، هلا راح نحل اللي هو سؤال واحد صفحة 63. سؤال واحد صفحة 63 بحكي لنا جد حجم كل مما يأتي: ألف متوازي مستطيلات أبعاده 9 سنتيمتر و 18 سنتيمتر و3 ديسي متر. شباب إذا انتبهنا هون، ماشي، حكينا كلمة أبعاده يعني طوله وعرضه وارتفاعه، عندنا 3 معلومات. ممتاز، الثلاثة معلومات ما في أي شيء مجهول. هلا ضل إني أتأكد من الواحد، في عندي سنتيمتر سنتيمتر ديسيمتر، في وحدة مو عجبتني لازم أعملها زي صاحباتها، فبحول الديسيمتر لإيه؟ لسنتيمتر. أسهل إشي إني أحول الديسيمتر لسنتيمتر، فأول شغلة ببلش فيها إني أحول 3 ديسيمتر تساوي 3 ضرب 10 عشان يعطينا 30 سنتيمتر. هلا انا حولت من دي سي لسنتيمتر، هيك ممتاز. ضل علي انه شو اوجد؟ حجم متوازي المستطيل. لا، كمان على نفس القانون، الطول عشان نحفظه اكتر، الطول ضرب العرض ضرب الار ارتفاع، بعوض 9 ضرب 18 ضرب 30. تمام، اضربهم. للأسهل اني اضرب 9 ضرب ايش؟ ضرب 30، بطلع الصفر. 9 ضرب 3 اللي هي 27، 270 ضرب 18. ما بنسى انه انا الصفر بطلعه لبرا، بضرب 27 ضرب 18 على جنب بخطوة عشان ما بعرفهم أنا إلا عموديا. 8 ضرب 7 56، 8 ضرب 2 16، و5 رح يكون 21. تمام، هلا بنحط 0. 1 ضرب 7 7، 1 ضرب 2 2 6 8، 4 بعد الجمع. إذا بيطلع معي 486، وما بنسى الصفر، بصير 4860 سنتيمتر مكعب. هاي وحدة الحجم. طيب الفرع الثاني اللي هو باء، مكعب طول ضلعه 5 سنتيمتر. كمان نوجد إيش؟ جد الحجم. لا ما بدنا ننسى إنه شو المطلوب مني. إذا حجم المكعب، حجم المكعب يساوي طول الضلع، شو حكينا؟ تكعيب، وتساوي 5 تكعيب، يعني 5 ضرب 5 ضرب 5 ويساوي 125 سنتيمتر، لأنه الوحدة بالسنتيمتر مكعب. طيب ننتقل هلأ للمثال اللي هو 2 صفحة 63، سوري هاي 2، مثال الثاني سنتيمتر لأنه الوحدة بالسنتيمتر مكعب. ننتقل هلأ للمثال اللي هو 2 صفحة 63، سوري هاي 2، مثال الثاني صفحة 63. بالمثال 2 بحكي لنا متوازي مستطيلات طوله 120 سنتيمتر، معطيني الطول كم؟ 120 سنتيمتر، وعرضه 10 ديسيمتر. هاي اختلفوا الوحدات. تمام، جد ارتفاعه، بده الارتفاع، يعني الارتفاع مجهول. إذا كان حجمه 96% متر مكعب. تمام،
أول شغلة لازم يا شباب أعملها إني أحول الوحدات كلهم يكونوا زي بعض. للأسف عندي الحجم وعندي العرض إيش مالهم مش بالسنتي متر مكعب، فأنا أسهل إشي إني أحوله لسنتي متر مكعب عشان أستخدم عملية الضرب. راح أحول هون لسنتي متر مكعب، بضرب العشرة لأنه من دي سي لسنتي بضرب بس بعشرة، فبيعطينا هون 100 سنتيمتر. وال96 كونها متر مكعب، لا تنسوا شباب انه راح اضربها بوحدات اللي هي 100، تمام؟ راح اضرب 100، اذا 96 من 100 ضرب 100 ضرب 100 ضرب 100، وبهاي الحالة بيكون عندنا اللي هو 960 ألف سنتيمتر مكعب. اللي بيسأل كيف ضربناها، عادي بس بنطلع كل الأصفار، تمام؟ بنطلع الأصفار الستة هدول وبنحط 96، والفاصلة راح تكون بعد منزلتين، فهون بتصير الفاصلة لما تكون بعد منزلتين هدول الأصفار ما إلهم أي قيمة، يعني هيك راح تكون معك أنت، وهاي الأصفار ما إلها أي قيمة لأنها قدام الفاصلة العشرية، تمام؟ هلأ ضل علينا نوجد كل أمورنا جاهزة. هلأ بدنا نطلع من قانون حجم متوازي المستطيلات. المستطيلات بحكي تساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، ويساوي الحجم معاي جاهز. هيا اللي هو 960 ألف تساوي الطول 120 ضرب العرض اللي هو 100 ضرب ايش الارتفاع اللي هو المجهول اللي انا بدي اياه، وتساوي هلا لو ضربنا ال 120 ضرب 100 بنطلع 3 اصفار برا، هي 12 ضرب الارتفاع، ممكن اني بدي اقدر ابسط قد ما اقدر 960 ألف. هلا بقسم كلا الطرفين على 12 ألف وهنا على 12 ألف، تمام. هلا هاي كلها بتروح، بصفي عنا الارتفاع يساوي، هلا بنحط هون هاي 3 أصفار مع 3 أصفار بيروحوا 960 تقسيم اللي هو 12 بيكون 80 سنتيمتر، وبهيك بنكون أوجدنا الارتفاع. بسأل حالي مس شو اللي بضربه ب 12 بيعطيني 960، او من خلال القسمة الطويلة فرح يطلع معك 80 سنتيمتر، تمام. اخر سؤال شباب اللي هو عشان نثبت الفكرة اللي هو سؤال 2 صفحة 63. متوازي مستطيلات حجمه 60 متر مكعب وعرضه 3 متر وارتفاعه 4 متر. لاحظوا شباب انه احنا كله هون عنا متر بمتر بمتر ايش مكعب، معناته الوحد يعني متساوية، فبقدر اطول على السريع حجمه. بدي أوجد طوله، سوري بدي أوجد طوله، فبهاجي بحكي حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. حجمه هنا قديش معاي أنا 60، وطوله 3 ضرب الارتفاع اللي هي 4، وتساوي إذن الطول ضرب 12 ونزل الستين كما هي، بتخلص من الاثناش بالقسمة عليها، باجي بحكي انه الطول تساوي 12 ضرب ايش بيعطيني 60 اللي هو ضرب 5 ويكون سنتيمتر. لاحظوا هون سنتيمتر لانها وحدة طول وليس وحدة حجم، تمام. طيب مكعب حجمه 64 متر مكعب جد طوله، مكعب حجمه 64 متر مكعب جد طوله. أول شغلة بقدر أعملها إني أنا أحط قانون حجم المكعب. حجم المكعب يساوي طول الضلع تك أي، ويساوي أنا معلوم معاي الحجم وليس الطول، 64 طول الضلع تكعيب. عشان يا شباب اقدر اوجده باخذ الجذر التكعيبي اللي اخلص من ايش من التكعيبي اللي هون، راح اخذ هون الجذر التكعيبي
وهون الجذر التكعبي. إذا ما عرفت على الجذر التكعبي بقدر أحكي شو العدد اللي بضربه بحاله ثلاث مرات بيعطيني 64. جذر التكعبي مع التكعيب بروح، فبصير طول الضلع يساوي اللي هو كم؟ شو العدد اللي بضربه بحاله ثلاث مرات بيعطيني 64 اللي هو الأربعة، وهون بيكون 4 متر. تمام. هلا شباب ضل معنا بتمارين ومسائل، انا راح اترك لكم مساحه عشان تقدروا انتم تحلوها، بس خليني اوضح لكم كم من شغله. في السؤال الاول هون راسمنا متوازي مستطيلات عده اشكال، تمام. في هاي الاشكال حط اعطاني اللي هو هون وحده، يعني ما اعطاك وحده معينه، هدول الوحدات اللي هم المربعات، تمام. هلا انت ما عليك الا انك توجد طول وعرض وارتفاع، تمام، من خلال عد المربعات. راح احل لكم من هون مثال هاد، وانتوا عليكم الشكلين التانيين، تمام. تمام. هون راح يكون، انتبهوا علي، هون راح يكون عندنا الطول 2 وحدة، وهون راح يكون، بس عشان التليفون، تمام، وهون راح يكون العرض 3 وحدة، والارتفاع راح يكون 2 وحدة. ما عليك الا كما زي ما عملنا بالسابق، كيف حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، نضرب الاثنين بالثلاث والاثنين وبيعطينا 12 وحدة. لما اجي احط وحدة مكعبة، لما اجي احكي من الحجم فبحكي عنه وحدة مكعبة، تمام. وهيك بتكملوا على الاشكال الثانية. هلا انا بيهمني كمان في مثال اللي هو 5، سؤال 5 بحكي لنا ثلاجة على شكل متوازي مستطيلات مساحة قاعدتها، شفتوا شباب اعطاني هون مساحة القاعدة جاهزة، تمام، اللي هو 2000 سنتيمتر مربع. جد حجمها اذا كان ارتفاعها 180 سنتيمتر. هلا عطول انا شو بحكي؟ بحكي حجم متوازي المستطيلات. شباب هون ما بحط طول ضرب العرض، شو بحط؟ مساحة القاعدة اللي هو القانون الثاني اللي حكينا عنه، مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. مساحة القاعدة هون انا عندي 2000 وضرب الارتفاع 180، ضل علي بس اوجدهم على السريع بكل سهولة. شفتوا ما احلى؟ فبصير عندنا هون 4 اصفار، 2 ضرب 8 16، و2 ضرب 1 2 و1 3، خلص سنتيمتر مكعب بكل سهولة، تمام. وسؤال 6 شباب انتبهوا له، الله بعينكم، انه في عنا خزان ماء على شكل متوازي مستطيلات طوله 8 متر وعرضه 4 متر، ارتفاعه 3 متر، جد سعته من الماء. كلمة سعة اللي هي نفسها كلمة ايش؟ الحجم للخزان، تمام؟ تمام شباب. وباقي الأسئلة كلياتها انتم بتقدروا تجاوبوها، بتمنى انكم تحلوها كواجب وتبعتوا لي الواجب، وانا جاهزة لأي سؤال منكم أي استفسار. يعطيكم ألف عافية، دمتم بأمان الله.